بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد باستهداف محافظة ديالى مجددا من قبل ما يسمى لدى عصابات داعش بطيور الجنة، اتخذت الأجهزة الأمنية في ديالى إجراءات احترازية مشددة بالإضافة لاستحداث بعض السيطرات وعمليات استباقية على بؤر هذه العصابات في بعض بلدات المحافظة. هذه المعلومات الاستخبارية نتعامل معها على محمل الجد، ونعمل على تقويض هذه المحافظة. تم تجديد وتقوية السيطرات من أجل السيطرة على مرور هذه العصابات الإرهابية ومحاولة خرق حدود المحافظة. أيضا لدينا عمليات دائمة في تعقب عناصر داعش. اللجنة الأمنية أكدت أيضا هذه التهديدات التي توجه إلى المناطق المحررة من عصابات داعش باستخدامهم الأطفال والمراهقين في عمليات انتحارية لضرب التجمعات واستهداف أكبر عدد من المدنيين وخلط الأوراق، مؤكدا على عمل المنظومة الأمنية بصورة كاملة بعد ورود هذه المعلومات لردع وإفشال مخططاتهم الإجرامية. كان هذا البرنامج معد سابقا عند تنظيم القاعدة، والآن بدأ يعمل عليه تنظيم داعش. هو إعداد انتحاريين ويغرر بهم بهذه الأعمار، وأيضا يستفاد منهم في خلط الأوراق وأيضا في ضرب التجمعات. وقد حدث أكثر من انفجار في محافظات متعددة ومنها ديالى بالاستفادة من هؤلاء. هنا يجب أن تعمل المنظومة الأمنية وليس جهة أمنية واحدة بتنسيق مشترك عالي. ورغم تجديد الإجراءات الأمنية وكثافة السيطرات التي أثرت بعض الشيء على انسيابية الحركة وسط المدينة، إلا أن مراقبين أكدوا على أن هذه الإجراءات أضرارها أقل بكثير من فائدتها. على الرغم من كثرة السيطرات المتواجدة بمحافظة ديالى، إلا أنه حسب ما سمعنا مؤخرا وتصريحات قيادة شرطة ديالى أنه أغلب العصابات الإجرامية اللي مسكتها اللي مرتبطة بداعش وغير داعش، بالإضافة الجريمة الاقتصادية، كليتها مسكتها عن طريق هذه السيطرات. إذن لا ضير من انتشار السيطرات على الرغم من عرقلتها للسير. ومع كل هذه الاحترازات تؤكد الأجهزة الأمنية على الدور الكبير للمواطن في حفظ الأمن من خلال التعاون معها والإبلاغ عن الحالات المشبوهة وتفهم الأسباب الموجبة لتجديد الإجراءات. من محافظة ديالى محمود التميمي، قناة بلادي.